التفاصيل الكاملة لاعتقال الطوجني والتهم المتابعة بها. عائشة ماما تدخل على خط اعتقال دنيا بطمة. حفدت القائد عيسى بن عمر يصدمون دنيا بطمة بعد دخولها للسجن. محمد الترك يزيد من أزمة دنيا بطمة، ولكن المشرع المغربي قد يفاجئه. الشرطة القضائية بالدار البيضاء تستمع للفنانة المغربية ريم فكري على إثر خلافات زوجية. حقيقة اختطاف زوج ريم فكري من طرف مافيا المخدرات. سكتة قلبية تني حياة الفنان عمر الشريف. السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار الحصرية فقط بدعمكم المتواصل. نحن مستمرون في تقديم الأفضل دائما. وطبعا وقبل بداية كل حلقة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها. قرر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لمدينة أكادير مساء يوم الاثنين متابعة الناشط محمد رضا الطوجني في حالة اعتقال على خلفية شكايتين تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. المعطيات التي حصلت عليها قناتنا تفيد أن النيابة العامة قررت متابعة الطوجني في حالة اعتقال وعقد جلسة محاكمة فورية قبل أن يتم تحديد يوم 16 من فبراير الجاري لبداية جلسات المحاكمة في حالة اعتقال وإيداع المشتبه فيه داخل السجن المحلي لمدينة أيت ملولة. وقد وجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة أكادير مجموعة من التهم للناشط المذكور تتمثل في انتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه مع بث وتوزيع أخبار زائفة، التشهير بأشخاص وبث صورة بدون موافقة صاحبها مع ادعاءات كاذبة في حالة العودة. وكان الطوجني قد استدعي من طرف المصالح الأمنية لمدينة أكادير يوم الجمعة الماضية للاستماع إليه بخصوص شكايتين تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفته الوزارية على خلفية شريط فيديو للطوجني حول تورط نافذين في البام بقضية إسكوبار الصحراء. وكشف الطوجني في شريط فيديو سابق أن عبد اللطيف وهبي وضع شكايتين ضده بصفته الحكومية، وذلك على خلفية حديثه الطوجني في موضوع ما يعرف بإسكوبار الصحراء، مشيرا إلى أن الاستماع إليه تم يوم الجمعة 9 من فبراير الجاري لمدة 5 ساعات بولاية الأمن بأكادير. حرصت الفنانة المغربية عائشة مهما على الدعاء للفنانة المغربية دنيا بطمة من أجل تجاوز المحنة التي تمر منها خلال الفترة الحالية. وشاركت مهما منشورا في حساب دنيا بطمة على موقع الإنستغرام عبر حسابها الشخصي على المنصة ذاتها، معلقة بالقول: وفي اليوم الأول من شعبان اللهم ارفع الظلم عنا وكلها خير معين وأنس وحدثها وأعدها إلى أهلها وأحبابها آجلا غير آجل. من جهة ثانية عبر مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم الكبير مع ليلى الطاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد مشاركتها لتدوينة مؤثرة تخص المحنة الكبيرة التي تمر منها هذه الأخيرة جراء سجنها قبل أسبوعين. ونشرت الطاسي تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام، قالت فيها: اللهم إني أستودعك ابنتي، قطعة من روحي فهي قرة عيني وقطعة من روحي، فإن غابت عيني عنها فعينك لا تنام. قرر حفادة عيسى بن عمر العبدي قائد منطقة عبدة خلال الحقبة التاريخية من 1879 إلى 1914 مقاضاة دنيا بطمة المعتقلة بسجن الوداية بمراكش بعد إدانتها بسنة حبسا نافذا في قضية ما يعرف بحساب حمزة مومبيبي. وأفادت مصادر يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها يومي الثلاثاء أن حفادة القائد عيسى بن عمر تقدم بشكاية أمام النيابة العامة ضد دنيا بطمة باسم جمعية حفادة القائد عيسى التي يوجد مقرها بتراب بقيادة دار السعيسة بإقليم أسفي، متهمين إياها بالإساءة إلى جدهم بعد أدائها لأغنية خربوشة التاريخية.
وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أشرت على الشكاية في انتظار إصدار تعليماتها لعناصر الضابط القضائية لمباشرة بحث قضائي لكشف ملابسات هذه القضية. وأوردت مصادر متطابقة أن حفدة القائد الشهير لم يستسيغ الإشاعات التي تم ترويجها عن جدهم عبر أغنية خربوشة باتهامه بالخيانة لوطنه ونسب ممارسات وأعمال وحشية إليه، فقرروا التقدم بشكاية ضد بطمة لترويجها أغنية اعتبروها أسطورية ولا وجود لها في الواقع، متهمين المغنية بالسب والشتم والقيام عمدا بنشر ادعاءات زائفة ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة لجدهم والتشهير به والإضرار بسمعتها. وقال محمد بن عيسى رئيس جمعية حفظة القائد عيسى بن عمر إن مقاضاة دنيا بطمة جاءت لمطالبتها بالتعويض والاعتراف بخطئها في حق شخصية تاريخية وتقديم الاعتذار عما صدر منها حتى تتم إعادة الاعتبار للقائد السي عيسى وحفادته وعائلتها. وأوضح محمد في تصريح لجريدة الصباح أن ما يروج من معطيات حول بعض الممارسات المنسوبة للقائد عيسى لا أساس له من الصحة، متسائلا كيف لقائد متهم بخيانة القصر ووطنه أن يحظى بمكانة متميزة لدى السلاطين العلويين وفق مراسلات تؤرخ لذلك. ولذلك فالإساءة إلى جدي عبر أغنية خربوشة الأسطورة والتي لا أساس لوجودها لا يمكن قبول تمريره مرور الكرام. من جهته محمد المديمي يعلق على دخول دنيا بطمة للسجن وإمكانية حصولها على العفو الملكي على خلفية إيداع الفنانة دنيا بطمة السجن الوداية بمراكش في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء المنصرم. أجرى أحد المواقع الإلكترونية اتصالا هاتفيا بمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي صرح أن اعتقال دنيا بطمة جاء تنفيذا للحكم القضائي القاضي بقوة الشيء المقضي به، مضيفا أن وزراء وبرلمانيين قد جرى اعتقاله بمعنى أنه لا تعليق للأحكام القضائية ويجب تنفيذها. وأما إن كان بإمكان الفنانة المغربية الاستفادة من العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر المقبل، أجاب محمد المديمي: طبعا العفو الملكي يبقى رهين الملك واللجنة المكلفة، مبرزا أنه خلال كل مناسبة وطنية أو دينية ينعم الملك على رعاياه بالعفو، بعدما ترفع اللجنة المكلفة جميع طلبات العفو إلى الديوان الملكي ليبقى قرار القبول من عدمه للملك. كما لم يستبعد المديمي أن تستفيد دنيا بطمة من العفو الملكي نظرا لوضعيتها الاجتماعية، وذلك لكونها أم لطفلتين، وبخصوص تساؤل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كان بمقدور دنيا بطمة مغادرة السجن في حال تنازلت الفنانة سعيدة شرف عن متابعتها، لا سيما بعد تردد أخبار تدخل بعض الفنانين والمشاهير في محاولة للصلح بين الفنانتين. أوضح المديمي أن التنازل يكون فقط في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف، كاشفا أنه حتى في حال تنازلت سعيدة شرف عن مطالبها المدنية فإن الدعوة العمومية ستقيمها النيابة العامة، مشددا على أنه في هذا الوضع وبعد وصول الملف إلى مرحلة النقد فإن الحكم أصبح نهائيا ولا رجعة فيه. وأبرز ذات المتحدث أن سعيدة شرف قد نفذت المطالب المدنية واستفادت من التعويضات المادية التي طالبت بها، وبذلك تكون قد تعوضت ماديا عن الضرر الذي لحق بها. كما أوضح المديمي أن سعيدة شرف ليست المشتكية الوحيدة ببطمة وليست المتضررة الوحيدة على حد قولها. أما فيما يتعلق بالمشتكين ببطمة وعما إذا كان واحدا منهم، كشف المديمي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان قد تقدم بشكاية للوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف والمدير العام للأمن الوطني ضد حساب حمزة مومبيبي، وأنه على ضوء تلك الشكاية فتح بحث من طرف مصالح الفرقة الوطنية التي استدعت المتضررين الذين تقدموا بشكايات سابقة، والذين أشار كل منهم بأصابع الاتهام إلى الأشخاص الذين يشتبهون في تورطهم في هذه القضية. وأعطى المديمي مثالا بسعيدة شرف التي اتهمت أسامة عجمي الذي ساعدها في إحدى المرات على استعادة حسابها الإنستغرامي بعدما تمت قرصنتها، لتتفاجأ عقبها بمحادثاتها الشخصية على الإنستغرام منشورة على حساب حمزة مومبيبي. وأضاف ذات المتحدث أنه بعد إجراء الخبرة على هاتف أسامة عجمي تم إلقاء القبض عليها، مشيرا أنه في نفس المحضر أشارت سعيدة شرف بأصابع الاتهام لدنيا بطمة واتهمتها بدعوى أنها لم تقم بدعوتها إلى إحدى المناسبات الخاصة، مبرزة أنها تستهدفها وهي من يقوم بنشر مجموعة من المنشورات الإنستغرامية من أجل منافستها على الحفلات والسهرات الفنية. وصرح
محمد المديمي أيضا أن سكينة جالامور وهي إحدى المتهمات في ملف حمزة مبيبي قد اعترفت واتهمت دنيا بطمة وشقيقتها، مشيرا إلى أنه بعد اتهام جالامور وهي إحدى المتهمات كان من الطبيعي على مصالح الفرقة الوطنية أن تستدعي المتهمين من أجل التحقيق معهم وإجراء الخبر على هواتفهم ليتم تطبيق المسطرة المعمول بها في حال العثور على أي شيء بها، وليتم إخلاء سبيلهم في حال عدم العثور على أي شيء. لا يزال اعتقال المغنية دنيا بطمة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومعها المواقع الإخبارية خاصة المهتمة بالفن. وفي آخر الأخبار عن الموضوع، رد طليقها البحريني محمد الترك على مسألة الحضانة التي أثيرت من قبل، وكشف محمد الترك عن تقديم دعوى قضائية بشأن حضانة بناته من دنيا بطمة، وذلك في بث مباشر على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات تيك توك. طليق المغنية قال إنه وكل 3 محامين عرض المطالبة بحضانة بناتها، غير أنه رفض الخوض في التفاصيل مشددا على أنه لن يتحدث أكثر فيما يخص عائلتها. وأردف ذات المتحدث أن مسألة مطالبته أو عدم مطالبته بحضانة ابنتيها فذلك أمر يعنيه ولا أحد غيره يهمه الأمر. المعني بالأمر زاد قائلا أنه اقترب من تحقيق أمنيته، إذ أنه في القريب سيجمع أبنائي 5 في صورة واحدة. على الجانب الآخر، ورغم اعتقاله، كشف مصدر قانوني أن الترك بعيد المنال من الحصول على حضانة بناته من المغنية دنيا بطمة، بيد أن القانون المغربي يصعب مسألة ترك الحضانة للأب من جنسية غير مغربية، وأنه من باب أولى تعود إلى الجدة من جهة الأم. كما أن التهم المتابعة بها المغنية لا ترقى إلى أن تسقط الحضانة عنها، كما أن المشرع المغربي رعى في مسألة الحضانة الثقافة والوسط الاجتماعي للطفل، وهو من لن يتكيف مع المزداد في المغرب مع ثقافة الخليج، حيث يروم الترك اصطحابهن إلى البحرين. استمعت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مساء يوم الاثنين للفنانة المغربية ريم فكري على إثر خلافات زوجية حادة اندلعت بينها وبين زوجها وفق موقع لوديسك. من جهة أخرى، نفت الفنانة ريم فكري في تصريحات لها اختفاء زوجها واختطافه من قبل تاجر المخدرات. وأكدت الفنانة ريم فكري أن الأمر يتعلق بمشاكل عائلية بين الطرفين، مشيرة أنها ستخرج بتوضيحات أكثر من أجل نفي الأخبار المتداولة. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر اختطاف زوج الفنانة المغربية ريم فكري من طرف مافيا المخدرات يقودها شخص ملقب بالتوربو، الأمر الذي استدعى استضافتها من طرف العناصر الأمنية للاستماع لأقوالها في القضية. مصادر مقربة من الفنانة المغربية نفت في حديثها لأحد المواقع الإلكترونية أن يكون زوج هذه الأخيرة متورط في قضية لها علاقة بالمخدرات، مشددة على أن الشرطة استدعت للاستماع لها بخصوص مشاكل عائلية وليس من أجل القضية التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت ذات المصادر أن الفنانة ستخرج بتوضيح لجمهورها من أجل وضع حد للشائعات التي طالتها وأسرتها الصغيرة، لا سيما بعد ربط اسم زوجها بمافيا المخدرات. وتداولت العديد من الصفحات على الفضاء الأزرق أن زوج فكري متورط في قضية مع التوربو الذي يعتبر مبحوثا عنها من طرف الشرطة القضائية. فقدت الساحة الفنية خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء المغني الشعبي عمر الشريف إثر تعرضه لسكسة قلبية بمنزله بالدار البيضاء. وعثر على عمر الشريف متوفيا بمنزله من طرف أحد أصدقائه الذي اتصل مباشرة بالسلطات الأمنية لتحديد وفتح تحقيق عن أسباب الوفاة المفاجئة. وخلف خبر رحيل المغني الشعبي صدمة كبيرة في الوسط الفني، لا سيما وأن الفقيد كان يحظى على شعبية واسعة وتجمعه صداقة مع العديد من الفنانين المغاربة. وكان آخر لقاء للمغني الراحل مع جمهوره خلال إحدى السهرات الخاصة التي أحياها بمناسبة رأس السنة بالدار البيضاء، حيث تعرف حفلاته نجاحا كبيرا بفضل الشعبية التي يحظى بها عند المغاربة. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر ننهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.